ونتابع الآن مشاهدينا جزءا من كلمة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. من موانئنا ونحن لا نألو جهدا من أجل الحفاظ على المسارات البرية من أجل صادرات الحبوب، وإنه لمن المنذر أن نرى أن البعض في أوروبا البعض من أصدقائنا في أوروبا بدأوا يستخدمون التضامن أو يتظاهرون بالتضامن على المسرح العالمي، ويبدو أنهم يطلعون بدورهم، ولكن في الحقيقة هم يساعدون في تهيئة المسرح للممثلين الروس. ثانيا، استخدام الطاقة كسلاح. كثير هي المرات التي شهد فيها العالم استخدام الغاز والنفط كأسلحة من جانب الكريملين وضد الكثير من البلدان، ولكن التهديد بات أكبر، فروسيا تستخدم كسلاح الطاقة النووية ليس فقط، فالأمر لم يعد مقتصرا على نشر الطاقة النووية وبناء وهي لا تكتفي فقط باستخدام الطاقة النووية في التنمية ربما أو في الغايات المحمودة، ولكن أيضا تستخدمها لصنع القنبلة الذرية. وانظروا إلى زابوريشيا، وانظروا إلى المدن الأخرى، هل ترون أن ثمت ولو ذرة عقل لتقييد القوة النووية لدى روسيا؟ يا له من سؤال مذهل، وبل وإنه سؤال مرعب. بالنسبة للهيكل العالمي فإننا لا نجد ردا على التهديدات بالإشعاع، بل وإننا لا نجد أي مساءلة عمن يبتزوننا بالإشعاع. هذه أمثلة، وهذا مثال صارخ، والضحايا هم الأطفال على الأسف الشديد. فثمت بعض الجماعات الإرهابية التي تختطف الأطفال لكي تمارس الضغط على أسرهم وعلى مجتمعاتهم وعلى ذويهم، ولكن هذا الاختطاف الجماعي وهذا الترحيل الجماعي للأطفال لم يكن أبدا سياسة حكومية حتى هذا اليوم. نحن نعرف أسماء عشرات الآلاف من الأطفال الذين اختطفوا، ولدينا الأدلة والبراهين التي تشير بأن مئات الآلاف الآخرين قد اختطفتهم.